ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على النصائح الخاصه بشهر 9 شهر سبتمبر في 2019 لاصحاب برج السرطان. برج السرطان عندكم حاجات كتير جدا جدا قلناها في التوقعات، من تغيرات، من حاجات كتير ايجابيه، من بعض الخلافات مع بعض النصائح. لكن الفيديو ده هنتكلم فيه على نصائح كتير جدا جدا عايزين نقولها لاصحاب برج السرطان، مفيده جدا 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 جدا، يا ريت ان انتوا تعملوا بيها، هتغير حاجات كتير. اصحاب برج السرطان انتوا محتاجين فعلا للنصائح دي، لان هي انتوا تعبتوا وبقالكم فتره تعبانين وبتعانوا من مشاكل كتير. جت حاجات تسعدكم، فرحات حلوه في شهر 9، لكن محتاجين النصائح دي عشان نستغل الفرص، نستغل الطاقه الايجابيه، نبعد عن المشاحنات، نبعد عن الزعل، نبعد عن ان حد ممكن يقومنا يزعلنا، الحاجات اللي هي زي كده. خلونا ندخل في الموضوع على طول ونتكلم في اول نصيحه. ما تستسلموش لليأس، للزعل، للحزن، للغيرة، للشك، للخلافات، للمشاكل. ما بلاش ان احنا نستسلم للحاجات دي. في كل الحاجات دي، طب خلاص، في مشاكل، انا راضية ان في مشاكل، بس مش هشيلها جوايا واشيل هم الدنيا واشيل هم الناس واشيل هم نفسي، وفي الاخر انا ما بتشكرش، في الاخر انا بيتزاد عليا هم، بيتزاد عليا حزن الناس، بيتزاد عليا مشاكلكم اللي بتطلعوها فيا، سواء كان بقى قريب او غريب. اصحاب برج السرطان انتوا بتعانوا بقالكم فتره، فخلاص بقى كفايه، ما تستسلموش تاني، ما تسمعوش لحد تاني، اقفوا، اعملوا وقفه، خلاص احنا عايزين نشوف حياتنا. ده اللي انتوا اعملوه، ده اللي انتم اقفوا وقولوا كده، واجهوا، انتوا محتاجين حقيقي المواجهه. عندنا شهر رائع جدا، شهر مميز جدا هيساعدنا على ده. قرروا بس انتوا المواجهه وهتلاقوا دعم كبير جدا من كل الطاقات اللي حواليكوا. فمفيد قوي قوي ان احنا ما نستسلمش ونواجه. ما نستسلمش لعيله او حد من العيله بيحاول ان هو يستفزنا، ينرفزنا، يخلينا نتضايق، يخلينا نثير الشكوك في بيتنا. ده مهم قوي، مش عايز اتكلم فيها تفصيليا، لكن ما تستسلموش وواجهوا وما تسمعوش كلام لحد. تاني حاجة نقدر نقولها بجملة الموضوع ده، ما بلاش ان احنا حد يجي يقول لنا مشكلة والمشكلة دي عشان هو الشخص ده على خلاف مع الشخص الاخر، ويجي يقومنا على الشخص الاخر، فاحنا نتضايق ونقول كلام، وفي الاخر هيتقال ما هو انت قلت كذا عليه. فنخلي بالنا كويس جدا جدا من الناس اللي بتحاول توقعنا في كلام احنا ما قلناهوش، او هم بيستفزونا عشان يطلعوا اسوأ ما فينا. نخلي بالنا كويس جدا جدا. عندكم كمان في غيرة من الناس اللي حواليكم، ما بلاش نقول كمان اكتر كده، خلونا نقولها اوضح. عندكم غيرة من ناس قريبين منكم من الدرجة الاولى، ممكن يعني نقدر نقول ان هم من الدرجة الاولى او الدرجة التانية، ممكن يكونوا اخواتكم حقيقي. في كتير من اصحاب برج السرطان الغيره الشديده جدا جدا منكم، الحقد، خلونا نسميها الحقد، من ناس قريبين منكم كتير قوي قوي، يعني سواء كانوا من اسرتكم من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه، او من الاصدقاء المقربين، يعني الاقرب الاقربون من الاصدقاء. فنخلي بالنا كويس جدا، مش اي حاجه هم يقولوها فاحنا نشيلها وان احنا نصدق كلامهم. نخلي بالنا ان هم ممكن يكونوا عايزين نعمل خلافات في بيتنا، نعمل خلافات في حياتنا. كتير من اصحاب برج السرطان بيقابلوا ناس يجوا يقولوا له او يقولوا لها انت ممكن يكون جوزك بيخونك وعلى مشكله، وما دام بيعمل كذا يبقى هو بيخونك، فلازم مش عارفه تعمل. انت عايزه تخربي بيتها اساسا، انت مش بتحبيها. وكمان رجل السرطان نلاقي فيه ناس فما بلاش ان احنا نسمع من الاشخاص اللي حوالينا مهما كانت درجه الاقارب، خلونا نسمع من الافعال اللي احنا شايفينها حوالينا. خلونا كمان نقول نصيحه تانية، نفهم طبيعه الناس اللي حوالينا، خلينا نركز اكتر، نكون واضحين مع نفسنا اكتر، نحاول ان احنا نركز مع الناس اللي حوالينا، نشوف هم حقيقي كده ولا لا، ما ناخدش قرار، ما نعملش فعل نتيجه كلام من حد ويشحننا مشاحنات سلبيه عشان خاطر نطلع نفضي الطاقه السلبيه دي في الناس اللي قدامنا ونخسرهم. فخلونا مركزين كويس جدا جدا من مين اللي بيحبنا ومين اللي ما بيحبناش، خلونا نفهم طبيعه الاشخاص اللي حوالينا، الناس الايجابيه او الناس السلبيه، مين اللي عايز يوقعنا ونقطع علاقتنا بيهم تماما، حتى لو كانوا قريبين مننا، حتى لو كانت اختك او اخوك. فما فيش حد بيتمنى ان حد بيحبه يقع، فاللي يحب ان يشوفك واقع او يشوفك مكسور او يشوفك خسران، ده في حد ذاته انسان ما بيحبكش، ده انسان بيحقد عليك، عليك انك تفهمه ده.
دي نصيحة مهمة قوي قوي لأصحاب برج السرطان. خلونا نقول كمان نصيحة الغيرة. الغيرة عند أصحاب برج السرطان يا ريت إن هي تكون أهدى من كده في خلال شهر 9، عندنا فرص إيجابية، عندنا حاجات كتير حلوة قوي 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 شهر 9. لو إحنا ما استغلناش ده هنخسر، لو إحنا ما ساعدناش في طاقة الحب والسعادة وإن إحنا ننشأ في بيتنا حب وسعادة، ودي تعتبر نصيحة، حاولوا إن أنتوا تغيروا ديكور بيتكم، حاولوا إن أنتوا تعملوا حاجة جديدة في حياتكم في البيت، في المظهر، في الشكل، في الستايل، تغيروا في نفسكم في حاجة إيجابية، تعملوا حاجة ستايل حلو، أو تغيروا في بيتكم تجذبوا الشريك، سواء كلامي للناس المتجوزين أو الناس المرتبطين، تغيروا في نفسكم في الستايل، في اللبس، في الحاجات، الألوان الزاهية، الألوان اللي هي الحلوة دي اللي بتجذب، اجذبوا احبائكم واللي انتم مرتبطين بيهم او ازواجكم بالتغيير، بالايجابيه، بان انتم تلفتوا نظرهم، بمعنى اصح تلفتوا نظرهم لبيتهم، تلفتوا نظرهم ليكم، لشخصيتكم، للاسلوب، للستايل، للحاجات اللي هي كده. نحاول نعمل تغيير، والتغيير يكون ايجابي، نجذب الشريك لينا، ما نخليش اي مشاحنات او اي طرف ثالث ما بيننا، سواء طرف ثالث من ناحيه الشريك او من ناحيتنا، ما نسمحش تماما لاي طرف ثالث يدخل، لان ممكن تنهي العلاقه، ممكن تبوظ العلاقه. عندنا شهر 9 بيساعدنا كتير قوي قوي ان احنا نجدد طاقه الحب، ونجدد الحياه ما بيننا تاني، نجدد السعاده، نجدد ان احنا يكون في حاجه جديده في حياتنا، بمعنى صح. من الاخر اصحاب برج السرطان محتاجين ان انتوا تدلعوا نفسكم، سواء رجل او امراه، محتاجين حقيقي ان انتوا تدلعوا نفسكم جدا جدا، عشان بنلعب على النفسيه، النفسيه تتحسن، النفسيه لما تتحسن صحتكم بتتحسن، الحياه ما بينكم في العاطفه بتتحسن، حياتكم في العمليه بتعرفوا تركزوا في حياتكم العمليه. فمجرد ان احنا ندلع نفسنا، نخلي في حب، في سعاده، هنخلين ده كله هيساعدنا ان احنا نكون مركزين في حياتنا العمليه والعلميه، وان احنا نكون افضل واحسن. كمان نحاول ان احنا يعني نبعد عن الحساد والناس اللي بتحقد علينا واللي عايزيننا في مشاكل. نحاول كمان نكون اقرب من الدرجه الاولى، يعني نكون اقرب لازواجنا، لاولادنا، للاب، للام، للاخت او الاخ، للكويسين كمان منهم، لان ممكن نلاقي اخوات عند اصحاب برج السرطان عايزينكم، يعني ممكن يحبوا لكم الخير لكن ما يكونوش، لكن انتم ما تكونوش احسن منهم. فخلونا نقول دي بشكل واضح يعني وصريح، وكتير من اصحاب برج السرطان محتاجه ردكم في النقطه دي. هل في احقاد عندكم من القريبين منكم، سواء كانوا من الاخوات، من اولاد العم، من الحاجات اللي هي القريبين منكم بالدرجه دي ولا لا؟ فمحتاجه منكم لو عندكم ده تتعاملوا باسلوب ان انتم البعد، مش التجاهل. التجاهل ده انتوا بتفضلوا مفكرين فيه، تتجاهلوا وتبعدوا تماما وما تفكروش خالص خالص في اللي فات، ارموا همومكم خالص، فكروا في الجديد، فكروا في المستقبل، فكروا في بكره، فكروا في ان ازاي حياتكم تكون افضل واحسن وتكونوا سعداء، فكروا ان انتم ازاي تستغلوا الطاقه الايجابيه، تستغلوا الفرص، تستغلوا المناسبات والحاجات الحلوه والاخبار الساره اللي جايه لكم في شهر 9. عندكم حاجات كتير قوي قوي حلوه وايجابيه في شهر 9، نحاول على قد ما نقدر نستغلها. بقول لكم ان هو تفكروا في المستقبل وتفكروا في كل حاجه جديده، واي حاجه قديمه ارموها ورا ظهركم، لكن في حاجه معينه محتاجه منكم ان انتوا تعملوها. اقعدوا فتره ساعه، يعني مش اكتر من كده، فكروا واعملوا اعاده تفكير في كل حاجه انتوا عايزين ترتبوها في حياتكم، عايزين تشوفوا ايه الصح من الغلط، محتاجين اعاده تفكير جدا، محتاجين ان انتوا تقعدوا تفكروا مع نفسكم انتوا، مش تتكلموا مع حد، وحد ممكن يلخبط لكم دماغكم اكتر او يزبط لكم دماغكم على اساس ما هو عايز. كتير من اصحاب برج السرطان ممكن كلام حد يأثر فيكم جدا بسبب ان انتم عاطفيين. مش معنى كده ان انا بقول ان كلمة تجيبكم وكلمة توديكم، لا، انتم عاطفيين جدا، ممكن حد يلعب على عاطفتكم دي بالطريقة، ويكون ناصح جدا جدا وبيعرف يلعب بالطريقة وبالكلام وبالاسلوب، ويخليكم تتعاملوا معاه بعاطفة وتسمعوا كلامه. فمش عايزين نتأثر بكلام اي حد، عايزين نتأثر بنفسنا، بدماغنا، بتفكيرنا. احنا محتاجين اعادة تفكير في كل حاجة بنفكر فيها بقالنا كتير. كمان في كان مشاكل مع اشخاص وانتوا فكرتوا ان الموضوع اتحل واتصالحتوا، خلي بالكم ان انتوا اول مشكله الموضوع هيبدا يصحى تاني بشكل كبير، وممكن يحصل خلاف كبير جدا. نحاول على قد ما نقدر نتكلم في الموضوع ده تاني بشكل تفاهم، بشكل ما فيهوش طرف تالت. نصيحه مهمه قوي 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 شهر 9، ابعدوا تماما عن اي طرف تالت، اي طرف تالت مهما كان درجه القرابه، ابعدوا عن اي طرف تالت، خلي تفكيركم من دماغكم فقط. خلوني كمان اقول نصيحة اخيرة لاصحاب برج السرطان.
ابعدوا عن الاشخاص الاستغلالية. كتير بيستغلوا عاطفتكم، كتير بيستغلوا ان انتم ممكن تكونوا ماديا مرتاحين، فاللي هو يلا ندخل مشروع مع بعض، او ان هم يستلفوا منكم فلوس او حاجات كتيره. خلي بالكم ان انتم بتستغلوا، او عندكم حد هيستغلكم، هيحاول يستغلكم، ممكن يكون قريب منكم. فحاولوا على قد ما تقدروا اوقفوا وواجهوا الاستغلال بشكل قوي، ما تخلوش اي حد يستغلكم يستضعفكم، لان ده يبقى مش حلو خالص خالص عليكم الفتره اللي جايه. عندكم شهر رائع استغلوه، عندكم فرص حلوه استغلوها، عندكم اخبار ساره استمتعوا بيها، استمتعوا بالحياه ودلعوا نفسكم يا اصحاب برج السرطان. عامه دي كانت النصائح اللي خاصه بشهر 9، وفي نصائح كتيره بس دي اهمها لاصحاب برج السرطان، بتمنى ان انتم تعملوها. اي حد عنده استفسار يبعت لي على الانستغرام وتعملوا فولو على الانستغرام. طبعا بشكركم جدا، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.